نبتدي يومنا بابتسامة حلوة، بأمل إن بكرة بالتأكيد يبقى أفضل، يبقى عندنا طاقة كمان نبتدي يوم جديد ويبقى عندنا طاقة للعمل. صباح الخير يا آية. صباح الخير يا أسماء، وصباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام. زي ما أسماء بتقول كده، عندنا طاقة. نجيبها منين الطاقة؟ الحقيقة إن الطاقة ما بتجيش من تلقاء نفسها، يعني أنت لازم تعمل شوية حاجات كده عشان تلاقي نفسك دايما نشيط ودايما عندك طاقة تمارس أنشطة مختلفة على مدار اليوم. أول حاجة تجيب لك الطاقة دي انك تعمل رياضة، انك تعمل مش شرط رياضة عنيفة يعني او تعمل مجهود بدني شاق، ولكن تعمل مجهود بدني بسيط، تتمشى من البيت للشغل لو البيت والشغل قريبين من بعض، او تركن عربيتك بعيد شوية. احنا بنحب نركن ايه العربية جوه المكان مش قدامه بس. تعمل او تمارس رياضة المشي او تطلع السلم وتنزله، اي حاجة من الانشطة البدنية الخفيفة دي هتجدد عندك النشاط وتخلي عندك طاقة، بدل ما تحس ان انت كسلان وعندك خمول ومش قادر تعمل حتى الحاجات البسيطة اليومية. غير كده وكده بقى، الأنشطة البدنية البسيطة دي بتساعد الإنسان إن هو يحافظ على صحته، بتحمينا من الإصابة بأمراض زي أمراض القلب، الأوعية الدموية، بتساعد على نشاط الدماغ اللي بيبقى مرتبط بالمناسبة بالتوتر. فعشان كده الرياضة أو النشاط البدني بيقلل التوتر. عمرك جربتيها دي أسماء؟ إنك لما تبقي متوترة تعملي أي رياضة مثلا؟ دي من الحاجات المهمة جدا فعلا يا آية، ويا ريت كلنا نعرف الموضوع ده يا جماعة. إحنا بنتكلم طبعا، كل الناس يقول لك إيه ده، أنتوا بتتكلموا كلام اللي هو دايما بنقوله وبنعيده ويعني كلام نظري، ومين عنده الطاقة ومين عنده الصبر. ده بيفرق بشكل كبير جدا جدا في حياتنا، مش بس ان انت بتبقى صحتك احسن، ولا بس ان انت بتقلل التوتر ولا الاكتئاب. الرياضة يا جماعة بتعمل يعني ممكن تبقى بتمنع، طبعا كل حاجة قدرية بتحصل، لكن ربنا قال دايما يعني اعقلها وتوكل، او يعني لازم ان انت تفكر الاول وبعد كده بتعقلها وبتتوكل على الله. لكن ما ينفعش ان انت بتعملش اللي عليك، اللي عليك ان انت تعمل رياضة، بعد كده بتحسن من صحتك، ده بيمنع العديد من الامراض. لو اتكلمنا عن يعني لا قدر الله ربنا يديكم يا رب الصحة، السكتات الدماغية بيقلل من ضغط الدم، لو انت الضغط عندك عالي بيقلل بشكل كبير جدا من التوتر. الناس اللي عايزه تخس، واحنا زدنا في رمضان وزدنا في العيد، بيقلل كتير جدا بالتاكيد. لما بنمشي كل يوم حتى لو كان رياضه المشي فقط، بس لازم تكون منتظم والمده طويله جدا، او يعني تخليها دي من روتين يومك، هيقلل بالتاكيد بشكل كبير من وزنك، بيزيد حتى من معدلات الحرق الطبيعيه. حاجات كتير، امراض كتير يا جماعه لن تتخيلوا ان في ارتباط ما بين الامراض دي وما بين الرياضه، غير ان الرياضه بتفرز، وده بالعلم زي ما بيقولوا، بتفرز مواد كيميائيه لها تاثير مباشر على تحسين حالتك المزاجيه. احنا دايما نقول احنا في اكتئاب والناس متضايقه، يا الناس متضايقه عشان ما بتتحركش، عشان طول النهار والليل بقينا قاعدين يا أي قدام التلفزيون وماسكين الريموت كنترول، ما بنقلبش حتى قناة يعني. احنا فعلا موضوع الريموت ده كمان، انت لو قعدت سهل على الكنبة وما لقيتش الريموت قريب منك بتبقى مشكلة. يا انا لسه بتتفرج على اللي موجود عشان ما تقلبش، بتتفرج على اللي موجود. احنا يعني حتى الحركة البسيطة شوفوا لأي درجة احنا بنبقى كسلانين نعملها. فحاولوا تنشطوا نفسكم كده في يوم جديد وبداية جديدة، يا رب تبقى بداية سعيدة على حضراتكم.